بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله نتعرف مع بعض على أنواع البيانات في النمباي وإزاي نتحكم في البيانات الموجودة جوه الأري. الدرس ده طبعا يا شباب فيه شوية معلومات أدفانس جدا، فمحتاج طبعا كالعادة تركيز منكم. علشان تفهم أنواع البيانات بصفة عامة بعيد عن أي لغة برمجة أو موديول زي ده، محتاج ان انت تتعمق في الكمبيوتر ساينس عشان تعرف ازاي بيتم التعامل مع البيانات والكباسيتي بتاعتها في الميموري والكلام ده كله. طبعا في مقالين هنا بعد ما تخلص الفيديو، لو اتفرجت عليهم وتعمقت فيهم كتير يعني في معلومات كتير جدا هتنور الدنيا المظلمة عندك بإذن الله. هندخل مع بعض في الدرس مباشرة. أول حاجة محتاجين نعملها إن إحنا إزاي نعرف نوع البيانات الموجود في الأري بتاعتنا. فهنعمل كومنت كده لطيف وظريف اسمه Show Array Data Type، وهنعمل 3 Array فيهم أنواع بيانات مختلفة. عندي Array هنا فيها Integer 1 2 3، وعندي Array فيها Floating Point Numbers زي ما انتم شايفين، وعندي Array فيها String. وهاجي هنا عشان أقول له Print My Array 1.D Type، ودي أول حاجة هنستخدمها مع بعض. الD Type لو أنت عندك Array بتقدر عن طريق الD Type تعرف نوع البيانات الموجودة في الأري دي. دي يا جماعة int 32 float 64 وبعدين ال U 5. U اللي هي ال Unicode string مكتوبة هنا اهي Unicode string. ال 5 هو عدد الكاركتر بتاعت اكبر element عندك اللي هو احمد ده. لو جينا زودنا هنا اسامة underscore ال 0 هتلاقي طبعا الموضوع اختلف دلوقتي حالا. خلينا نحذف حرف ال A بالشكل ده. U 12 هو عدد الكاركترز دي. طيب جميل جدا الكلام ده. تعالوا مع بعض نعمل السيباريتور بتاعنا ونبدأ نشوف ازاي انشئ array بنفسي وحدد السبيسيفيك داتا تايب او البيانات اللي انا عايزها، نوع البيانات اللي انا عايزه. طيب هنكتب تعليق كده بسيط جدا مكتوب فيه create array مثلا with specific data type بالشكل ده. طيب جميل جدا الكلام ده. دلوقتي انا هعمل 3 array زي دول بالظبط، بس هغير في الارقام بتاعتهم عشان اسيب المثال بعد كده ان شاء الله يكون كله مفيد. 4 و5 و6. نوع البيانات الاول بتاعي ده عبارة عن انتجر، انا هغير فيه واخليه فلوت. هكتب هنا دي تايب بيساوي هنا اف من فلوت، او تكتب فلوت، او تكتب فلوت من غير اصلا الدبل كوتس اللي انا كاتبها. حلو قوي الكلام ده. طب تعالوا مع بعض نعمل التجربة بتاعتنا ونقول له print myArray4.dtype عشان نشوف نوعها. بالشكل ده جاب لي نوعها float 32، ولو كتبت float كده بالشكل ده هيجيب لك float 64، وممكن تروح كاتب float بالشكل ده برضو نفس القصة مفيش مشكلة. يبقى احنا ممكن نكتب float او float او f، خلينا اكتبها كده في تعليق سريعا بالشكل ده. تمام، هيجي واحد يقول لي انت عودتنا دايما نفهم يعني ايه الفرق بين float 64 وفلوت 32، وانا هرد عليك واقول لك ان مستحيل اسيب حاجه زي دي لما اعرفها لك. دي يا جماعه الكاباسيتي، هنتكلم عنها في مثال كامل حي في نفس الدرس ان شاء الله. طيب نوع البيانات اللي بعده ده عباره عن float. لو جيت حبيت ان انا اخليه انتجر مش float هعمل كده، هقول له دي تايب بيساوي انت بالشكل ده، او انت بين قوسين، او حرف الاي. تمام كده، تمام. طب تعالوا مع بعض نجرب، بس خليني اكتب لك التعليق عشان تجرب التلاتة. اما انت بالشكل ده اهو، او الانت بين سنجل او دبل كوت، او حرف الاي. طب تمام جميل جدا. هنيجي نقوله دلوقتي انا عايز اعرف نوع البيانات اللي في الاري رقم 5، كتب لي انت 32، ولو رحنا عملنا كده بالشكل ده او اي 32، وادي الاي عشان اجربهم لك كلهم اهو، مفيش اي مشكله خالص والحمد لله. اكتب اللي انت عايزه فيهم مفيش مشكله، هكتبها انا زي اللي فوق عشان ما تحسش انت بلخبطه وتلاقيهم شبه بعض في السينتاكس. حلو جدا جدا الكلام ده. نيجي عند السترنج بقى وعند المطب اللي هيحصل هنا. ده سترنج، هل السترنج ينفع يتحول لرقم مثلا؟ لا ما ينفعش. فلو جيت قلت له دي تايب بيساوي انت زي ما انت عملت فوق بالظبط، هيروح يقول لك، هيديك بالبوكس في وشك وهيقول لك ان في فاليو ايرور هنا عشان العمليه دي ما تنفعش، انفاليد ليترال. ده عايز يقول لك ده كلام مش منطقي اللي انت بتقوله ده، فاكتب لك هنا فاليو ايرور. حلو الكلام، وهنهمش دي وهنهمش دي. وكده عرفنا ازاي ننشئ سبيسيفيك تايب او سبيسيفيك داتا تايب في الاري بتاعتنا واحنا بننشئها. طيب جميل جدا، تعالوا مع بعض نعمل السيباريتور بتاعنا
ونبدأ نقول له لو أنا أصلاً عندي array فهعمل comment هنا change data type of existing array. عندي array أصلاً فيها شوية بيانات. تعالوا مع بعض نعمل مثلاً my array 7. اللي هي دي my array 7 فيها 0 1 2 3 0 4 وعايز بعدها أقول له print my array 7 اللي هي دي dot d type. اول حاجه هطبع التايب بتاعها وبعدين هطبع الاري نفسها اشوف محتواها. مثلا على سبيل المثال بالشكل ده اهو كتب لي نوعها انت زي ما انت شايف مفيش اي مشكله خالص. واحط هنا السيباريتور بتاعي وبعد كده هبدا اغير نوع البيانات ده. بقى تغير نوع البيانات ده ازاي حضرتك؟ هنيجي نقول له my array 7 دي بتساوي my array 7 dot as type اللي هو ده، وتكتب له هنا التايب اللي انت عايز تغير ليه. عايز تغيرها لايه؟ عايز اغيرها لفلوت. هي دي فلوت بالشكل ده تمام، غيرتها لفلوت. وبعدين بعد كده محتاج اطبعها، اطبع النوع واطبعها زي ما انا عملت فوق كده تمام. وهقول له اتفضل. اول حاجه زي ما انتم شايفين، حتى ممكن لو مش عايز تحط السيباريتور ما تحطوش مفيش مشكله. هنا النوع انت 32 وراح طابعها لك، بعدين غير النوع لفلوت اهو فلوت 64 وراح طابعها لك برضه عشان تشوف ان هي بقت فلوت. الحمد لله عرفنا فكره ازاي نغير نوع البيانات بتاعت الاري بتاعتنا. طب نعمل تجربه ثانيه. نعمل تجربه ثانيه. لو انا عندي الاري بتاعتي اللي هي اسمها ماي اري 7 ده عايز اغيرها لبوليان فاليوز، نفس اللي انت عملته هنا ده بالظبط تمام. هاجي هنا واروح مخليها بول، ادي البوليان فاليوز تمام. بعد كده هيروح هو هنا يعمل ايه؟ هيروح طابع لي النوع وبعدين يروح طابع لي المحتوى بتاعها. حلو جدا. بص يا شباب هنا عمل ايه؟ false true 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 false true. الفولس دي كلها اللي انت شايفها اللي هو رقم صفر، false true 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 false true. الحمد لله غيرناها النوع تاني زي ما انتم شايفين ومفيش اي مشكله. ولو غيرتها لسترنج هيخليك الارقام سترنج وما عندوش اي مشكله خالص. طيب نيجي بقى للنقطة اللي الناس سألت عليها اللي هي الخاصة بالكباسيتي، ان انا اتست الكباسيتي بتاعتي او اتست ايه الفرق بين فلوت 64 وفلوت 32 وانت 32 و64 والكلام ده كله. تعالوا مع بعض نعمل على سبيل المثال my array 8. my array 8 بتساوي np.array، ادي الاري بتاعتنا هنحط فيها مثلا 100 200 300 400 بس كده كفاية. وهخلي نوع البيانات بتاعتنا float دي type بيساوي f تمام كده. وهاجي اقول له هنا بعديها لو سمحت اطبع لي اللي هي my array dot 8 dot دي type عشان يطبع لي التايب بتاعها. واقول له اتفضل زي ما انت شايف f is not defined، ادي f اهي ولا تزعل بالشكل ده. هنا يا شباب float 32 عسل قوي قوي. تعالوا مع بعض نجيب اول عنصر بس في الاري دي هنا اللي هو اندكس صفر اهو اللي هو رقم 100، واقول له ان انا محتاج اجيب الايتم سايز. حد فاكر يا جماعه الايتم سايز اللي احنا درسناها في الكام درس اللي فاتوا؟ هيطلع لي ايه؟ 4 بايتس. ده الكاباسيتي او ده السايز بتاع كل ايتم الموجوده في الاري دي اللي هي نوعها فلوت 32. بصوا يا شباب 4 بايتس. حلو قوي الكلام ده. طب تعالى بقى حضرتك حول لي الاري دي ماي اري 8 دي لفلوت 32 مثلا، فلوت حول لي الفلوت 32 لفلوت 64 اشوف هتديني كام بايت. فهاجي هنا اقول له ان ماي اري 8 بتساوي ماي اري 8 دوت اي اس تايب، وهقول له ان انا محتاج احولها لفلوت اهو اللي هو هنا اكتب لك تشينج تو فلوت 64 تمام كده. تمام كده. ازاي بقى نتست الكلام ده؟ اول حاجه هنجيب الداتا تايب بتاعتها وبعد كده هقول له الايتم سايز كام، فهيروح قايل لي 8 بايتس. بصوا يا شباب اهو فلوت 64 نوعها وبتكون عباره عن 8 بايت في المساحه التخزينيه. طيب دلوقتي يا شباب انواع البيانات وبتاخد كام بايت في الميموري والحاجات دي كلها اتفقنا عليها. اتفقنا عشان تتعلمها وتتعمق فيها صح لازم تقرا شويه في الداتا تايبس في كمبيوتر ساينس عموما، وتعرف البيانات بتتخزن قد ايه وكام بايتس، وتقرا عن البايتس والحاجات دي كلها عشان تفهم الكلام ده بصفه عامه بعيد عن البايثون والنمباي والكلام ده كله. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد والسلام عليكم.